وفي شأن متعلق بالمجلس الوطني التأسيسي، أعلنت النائبة كريمة سويد عن المسار الاجتماعي الديمقراطي أن لائحة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي استوفت اليوم شرط قبولها قانونيا من قبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي بجمع توقيعات 74 نائبا. وأضافت كريمة سويد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن اللائحة ستقدم لمكتب المجلس لتحديد موعد لعقد جلسة عامة يستدعى إليها رئيس الجمهورية المؤقت للمساءلة حول تهم وجهها إليها نواب الموقعون منها المسوء من هيبة صفة رئيس الجمهورية وسمعة البلاد من خلال تصريحات أدلى بها في زيارته الأخيرة إلى قطر.